قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس جو بايدن يسعى لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام المقبلة على أمل إنهاء سلسلة محمومة من التوترات بين الطرفين الحليفين. أزمة مفتوحة وخيانة وطعنة في الظهر، هكذا وصفت فرنسا أزمتها مع الولايات المتحدة واستراليا فيما يتعلق بصفقة الغواصات. الأزمة التي بدأت حين أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إقامة شراكة جديدة في المجال الدفاعي والأمن أطلق عليه اسم أيكوس، وسيتمثل المشروع الأول في إطارها ببناء غواصات نووية للأسطول الحربي البحري الأسترالي. وبإقامة هذه الشراكة ألغت الحكومة الأسترالية صفقة بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية، وقررت استبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالوقود النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه خيانة وطعنة في الظهر وقرار على طريقة الرئيس ترامب. وزير الخارجية الفرنسي لودريان أعلن أن باريس قررت استدعاء سفيريها من واشنطن وكامبرا على خلفية هذه التطورات، كما اتهم لاحقا بريطانيا بالانتهازية المستمرة، فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني سعيه إلى تهدئة التوتر في العلاقات مع باريس على خلفية الأزمة، مشيرا إلى أن بريطانيا وفرنسا تعملان في عمليات عسكرية مشتركة في مالي ودول البلطيق، كما تتشاركان في برنامج لمحاكاة التجارب النووية. كوريا الشمالية دخلت على خط الأزمة حيث اعتبرت أن التحالف الأمريكي الجديد في آسيا والمحيط الهادئ والصفقة الأمريكية لتزويد استراليا بغواصات قد يؤديان إلى سباق التسلح النووي في المنطقة، أزمة جديدة يشهدها النظام الدولي يتهدد معها نظام منع الانتشار النووي والأمن الدولي، وكذا العلاقات بين الدول الكبرى.